بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة الفاجنر نيلسون ميثود في ديترمينيشن لتعيين الابزوربشن ريت كونستانت اللي هو رمزه كي اي لما بعطي الدواء على هيئة سنجل اكسترا فاسكولار بولس، بعطيه على هيئة تابلت كبسول اي حاجة فيها امتصاص مرة واحدة فقط سنجل. فالقانون بتاعه بيستنتج بداية من ان التغير في كمية الدواء في الجسم على التغير في الزمن. لما بعطي الدواء على هيئة تابلت مثلا او اي حاجة فيها امتصاص، فهي الفرق ما بين في حاجة بتزود كمية الدواء في الجسم وفي حاجة بتنقصها. سرعة الدخول بتزود كمية الدواء في الجسم وسرعة الخروج بتنقصها، فهو الفرق ما بين سرعة الدخول ناقص سرعة الخروج. الدخول ناقص الخروج، الدخول اللي هو التغير في كمية الدواء اللي حصلها absorption على التغير في الزمن، ناقص الخروج هو التغير في كمية الدواء اللي خرجت وحصلها elimination على التغير في الزمن. يبقى التغير في كمية الدواء في الجسم عمالة تتذبذب كميتها ما بين كام وكام كل شوية بالنسبة للزمن، هي الفرق ما بين الدخول ناقص الخروج. التغير في كمية الدواء اللي حصلها absorption على dt ناقص dxe، يعني التغير في كمية الدواء اللي حصلها elimination على dt. سرعة الخروج دهيت أخدنا في الـ one compartment model إن عملية الإليمينيشن هي عملية first order، أو فرضا عملية الإليمينيشن هي عملية first order زي ما هي لمعظم الأدوية في الجرعات العلاجية، وبالتالي السرعة ديت بتتناسب مع كمية الدواء الموجودة في الجسم عند زمن معين، وبنشيل عن التناسب بنضع ثابت اللي هو الـ k اللي هو elimination rate constant. يعني ممكن أشيل سرعة الخروج دي وأحط مكانها الـ k ضرب كمية الدواء الموجودة في البادي عند زمن معين. دي كلها سرعة الخروج، وهسيب سرعة الدخول زي ما هي، التغير في كمية الدواء اللي حصلها absorption على dt، والتغير في كمية الدواء في البادي على dt زي ما هي. لو أخدنا تكامل المعادلة اللي ظهرت معايا ديت، integration المعادلة دي، بس قبل ما أخد الانتجريشن ممكن كمية الدواء في البادي ديت أشيلها وأحط مكانها تركيز الدواء في البلازما او في البلاد ضرب الفوليوم او ديستريبيوشن. الكتله اللي هي الكميه بتساوي التركيز في الحجم. يبقى انا معايا في المعادله الكي ضرب السي بي ضرب الفوليوم او ديستريبيوشن. فتكامل المعادله ديت هيطلع معايا ان كميه الدواء ما بين زمن مثلا صفر لحد زمن تي، كميه الدواء الموجوده في الجسم عند زمن معين بتساوي كميه الدواء اللي حصل لها ابزوربشن من الجي او تي ودخلت الدم او دخلت الجسم عند زمن تي برضو، ناقص تكامل الجزء ده بقى بيديلك الكي تظل كما هي والفوليوم ديستريبيوشن، ولكن تكامل التركيز ده بالنسبه لزمن ما بين زمنين اللي هم صفر وزمن تي بيديلك الاريا اندر الكيرف الاي يو سي ما بين زمن زيرو لحد زمن تي. يبقى دي المعادله اللي بتطلع معايا. لو لفيت المعادله عشان اخلي الاكس اي عند زمن معين الكميه اللي حصلها ابزوربشن عند زمن معين هي اللي في خانه لوحدها، يبقى ودي الجزء اللي هو اشارته السالبه دوت ناحيه الشمال بالموجب. يبقى الاكس اي عند زمن معين الكميه اللي حصلها ابزوربشن عند زمن معين بتساوي عند زمن تي، يعني الكميه الموجوده في البادي عند نفس الزمن اللي هو تي ناقص او زائد، اسف لان وديت بقى السالب ده وديته الناحيه الثانيه بالاشاره الموجبه، الكي elimination rate constant ضرب الفوليوم ديستريبيوشن ضرب الاي يو سي ما بين زمن صفر لزمن تي دهوت. كميه الدواء الموجوده في الجسم عند زمن تي ممكن برضه اشيلها واحط مكانها التركيز عند زمن تي في البلازما او في البلاد ضرب الفوليوم ديستريبيوشن زائد الجزء ده زي ما هو الكي ضرب الفي دي ضرب الاي يو سي ما بين زمن صفر لحد زمن تي. كل ده بيساوي الكميه اللي حصلها ابزوربشن عند زمن تي، ودي هسميها المعادله الاولى. المعادلة الأولى إن الكمية اللي حصلها امتصاص بعد مدة معينة هي زمن تي ما بين زمن صفر، يعني زمن تي دوت اللي هو مثلا ساعتين تلاتة أربعة خمسة، بيساوي التركيز عند نفس الزمن دوت ضرب الفوليوم ديستريبيوشن زائد الكي ضرب الفي دي ضرب الإي سي ما بين زمن صفر لحد الزمن اللي أنت عاوزه اللي هو مثلا زمن ساعتين. المعادلة التانية اللي هكتبها هي نفس المعادلة ديت، ولكن بدل ما هو زمن تي هخليه زمن ما لا نهاية، يعني الكمية اللي حصلها absorption بعد زمن ما لا نهاية اللي هو infinity، فهي بتساوي التركيز في البلازما او في البلود عند نفس الزمن اللي هو ما لا نهايه ضرب الفوليوم اوف ديستريبيوشن زائد الكي اليمينيشن ريت كونستانت ضرب الفوليوم اوف ديستريبيوشن ضرب الاريا اندر الكيرف بس ما بين زمن صفر لحد الزمن مش تي بقى، هيبقى اسمه زمن ما لا نهايه. هلاقي ان في حاجات ممكن تتشطب في المعادله دي، وهي
هنا كمية راح حصلها امتصاص بعد مثلا زمن ما لا نهاية اللي هو زمن اسبوع، هي كام؟ تمام، ليها قيمة، حصل امتصاص ل 90 مللي جرام. فهي بتساوي تركيز الدواء دلوقتي عند زمن اسبوع في الدم بكام، او عند زمن اسبوعين، يعني انت اعطيت القرص النهارده وعاوز اعرف تركيز الدواء في الدم بعد زمن 3 اسابيع، بعد زمن شهر من اعطاء القرص، هيبقى بكام؟ هيبقى بصفر، لان الدواء تركيزه بيزداد، بيبدا من عند الصفر ويزداد ساعه ساعتين ثلاثه لحد ما تركيزه يقل، وبعد كده يختفي خالص بعد اسبوع اسبوعين ثلاثه اربعه 10 اسابيع اللي هو ما لا نهايه. فالتركيز دوت هيبقى قيمته بكام عند زمن ما لا نهايه؟ بزيرو ضرب الفوليوم ديستريبيوشن، يعني الناتج هيبقى كله بصفر. يعني كان ممكن اشطب على الجزء ده كله زائد الكي ضرب الفي دي ضرب الاي يو سي ما بين زمن صفر لزمن ما لا نهايه اللي هي المساحه الموجوده. فالجزء ده هو بيتشطب عليه. يعني المعادله الثانيه ممكن تتكتب ان الكميه اللي حصلها ابزوربشن بعد زمن ما لا نهايه بتساوي الكي ضرب الفي دي ضرب الاي يو سي ما بين زمن صفر لزمن ما لا نهايه، وديت هي المعادله الثانيه. هي زي المعادله الاولى ولكن الجزء ده اتشطب لان تركيز الدواء في الدم اصبح بزيرو عند زمن ما لا نهايه، اما هنا عند زمن ساعتين ثلاثه ليه قيمه معينه بالكده. لو قسمنا المعادله الاولى على المعادله الثانيه يبقى نقسم المعادله الاولى على المعادله الثانيه. هنقسم اللي قبل علامه يساوي الكميه اللي حصل لها امتصاص بعد زمن ساعه ساعتين اللي هو عند زمن تي على الكميه اللي هيحصل لها امتصاص بعد مده طويله اللي مسيرها تمتص الكوميولاتيف. يعني يبقى الكميه اللي حصل لها ابزوربشن عند زمن تي على الكميه اللي هيحصل لها ابزوربشن بعد تايم انفينيتي. نقسم اللي قبل علامه يساوي من اللي قبل علامه يساوي واللي بعد علامه يساوي اللي هو الجزء دوت من المعادله الاولى. التركيز عند زمن معين في الدم ضرب الفوليوم ديستريبيوشن زائد الكي ضرب الفوليوم ديستريبيوشن ضرب الاي يو سي ما بين زمن صفر لزمن تي، ده الشق ناحيه اليمين من المعادله الاولى، وناحيه اليمين من المعادله الثانيه هو الكي ضرب الفي دي ضرب الاي يو سي ما بين زمن صفر لزمن ما لا نهايه. لاحظ ان في حاجات ممكن تطير مع بعضها، وهو الفوليوم اوف ديستريبيوشن ده هيطير مع الفوليوم اوف ديستريبيوشن هنا والفوليوم اوف ديستريبيوشن هنا، وبالتالي المعادله هتطلع معايا بقى معادله فاجنر نيلسون ميثود ديت، ان الكميه اللي حصل لها ابزوربشن بعد مده معينه على الكميه اللي هيحصل لها ابزوربشن عند زمن ما لا نهايه، اللي هي ممكن نسميها الفراكشن ابزوربد، النسبه اللي حصل لها امتصاص من يعني الكميه اللي حصل لها امتصاص من الكميه المسموح ليها يحصل لها امتصاص بعد مده طويله جدا، هي النسبه اللي حصل لها امتصاص افتر تايم تي بعد مده معينه. يبقى الفراكشن ابزوربد بعد مده معينه بتساوي تركيز في الدم عند نفس الزمن دوت زائد الكي ضرب الاي يو سي ما بين زمن صفر لحد الزمن دوت على الكي ضرب الاي يو سي ما بين زمن صفر لزمن ما لا نهايه. عشان نجيب القيمه اللي هي قبل علامه تساوي اللي هي القيمه دهيت اعرف قيمتها بكام، لازم اكون عارف القيم اللي هي بعد علامه تساوي دي قيمتها بكام. تركيز الدواء في الدم وليكن مثلا شغال عن زمن ساعتين 2 اورز، عاوز اعرف الفراكشن ابزوربت بعد ساعتين، النسبه اللي حصل لها امتصاص ودخلت من الجي اي تي ووصلت البلد او وصلت الجسم بعد ساعتين بكام؟ لازم اعرف تركيز الدواء في الدم عن زمن ساعتين بكام، وده اقدر اعرفه ان انا اخد عينه من الدم. لازم اكون عارف الكي قيمتها بكام، ودي بعرفها عن طريق في السنجل اكسترا فاسكولار، ان انا لما برسم الرسمه تركيز على محور الصادات والزمن على محور السينات على ورقه السيميلوج، وبتكون نقاط او المنحنى بيبقى شكله هو الشكل ده، النقاط في اخر المنحنى بيحصل لها عمليه اليمينيشن بس، فبتبقى عامله خط مستقيم. لما بندي الخط على استقامته بقطع محور الصادات، مش مهم القطع دلوقتي، ولكن الاسلوب بتاع الخط دوت لو قلت لن تركيز ناقص لن تركيز في التيرمينال لاين ده على زمن ناقص زمن، فالناتج هيساوي سالب الكي اللي هي اليمينيشن ريت كونستانت، فدي اقدر اجيبها. الاي يو سي ما بين زمن صفر لحد الزمن اللي هو ساعتين تقدر تجيبها برده من المنحنى. انت عندك النقاط اللي انت خدت سحبتها من المريض كانت عند زمن مثلا نص ساعه، عند زمن ساعه، عند زمن ساعتين، فتقدر تجيب المساحه ما بين زمن زيرو لحد زمن ساعتين بطريقه مثلا الترابيزويدال، طريقه شبه منحرف، تقدر تجيب المساحه من زمن صفر لحد زمن تي اللي هو ساعتين. الكي قدرت تجيبها. الاي يو سي ما بين زمن صفر لحد زمن ما لا نهايه لو انت خدت عينات كتيره ممكن برضو تجيبها بطريقه الترابيزويدال رول او بطرق مختلفه. فانت تقدر تجيب اللي بعد علامه يساوي ده كله، وبالتالي تقدر تكبر قيمه الفراكشن ابزوربد عند زمن ساعتين. هتستفاد ايه لما تعرف الفراكشن ابزوربد عند زمن ساعتين؟ وليكن كانت النسبة اللي حصل لها امتصاص بعد مرور ساعتين هي نسبة التلت، يبقى النسبة اللي ما حصلهاش امتصاص هتبقى بكام؟ الفراكشن ان ابزوربد. يبقى لو كانت الفراكشن ابزوربد بتساوي التلت، يبقى الفراكشن
اللي ما حصل لهاش امتصاص، التي لم يحدث لها امتصاص الفراكشن ان ابزوربد، هتساوي 1 ناقص التلت، يعني التلتين هتساوي تلتين، يعني بتطرح 1 ناقص الفراكشن ابزوربد، يعني ممكن اقول 1 ناقص الفراكشن ابزوربد اللي هي الاكس ايه عند زمن معين على الاكس ايه بعد زمن انفينيتي، كل دي اسمها الفراكشن ان ابزوربد. بعد ما قدرت اجيب الفراكشن ابزوربد مثلا من القيم اللي هي بعد علامه يساوي وطلعت وليكن بتلت، اقدر اعرف ان الفراكشن ان ابزوربد بتلتين. وبعد كده اعمل ايه؟ ممكن اعمل نفس الكلام، اكرر التجربه تاني بس مش عند زمن ساعتين، ولكن اكررها عند زمن 4 ساعات، واطلع الفراكشن ابزوربد بكام، يعني اشوف السي تي تركيز عند 4 ساعات بكام، الاي يو سي ما بين زمن 0 ل 4 ساعات بكام، الاي يو سي ما بين زمن 0 لزمن النهايه دي انا عرفتها خلاص، والاحظ ان هو مثلا بيساوي تلتين، وبالتالي اطرح من واحد اطلع الفراكشن ان ابزوربد اللي ما حصلهاش امتصاص بقى هتبقى بكام، هتبقى بتلت. الفراكشن ان ابزوربد ديت هلاحظ ان هي بتساوي بعد ما طالما هلاقي ان هي في علاقه مع او بتساوي الاي اس سالب الكي اي في الزمن. انت معاك الزمن ومعاك الفراكشن ان ابزوربد، قيم مختلفه للزمن، زمن ساعتين وزمن 4 ساعات، معاك قيم مختلفه للفراكشن ان ابزوربد، ممكن تطلع الكي اي ده بالرسم البياني. وازاي هو بيساوي الكلام ده؟ المعادله بتقول ان كميه الدواء الموجوده في الجي اي تي والمعرضه للامتصاص، يعني مش اللي هتتكسر في الجي اي تي، لا اللي هي موجوده في مكان الابزوربشن واللي خلاص هتمتص، الكميه ديت ده اللي بتوجدها، فهي بتساوي الاف نسبه الامتصاص في الدوز. الاف في الدوز يعني لو كانت مثلا الدوز هي 100 والاف هي 90%، يعني الناتج هيبقى 90 مللي جرام. في 90 مللي جرام ممكن هيحصل لهم امتصاص 100% بعد زمن ما لا نهايه، دولت الكميه اللي هيحصل لهم امتصاص. بس اللي موجود في الجي اي تي عند زمن مثلا تي اللي هو وليكن ساعتين، ده قيمته بكام؟ هل هو ب 90 ولا في من 90 جزء عدى دخل الدم واتبقى 45، اتبقى 50، اتبقى كام؟ فالكميه الموجوده في الجي اي تي عند زمن معين بتساوي الاف في الدوز ضرب النسبه بقى اللي بتدي لك الكميه اللي باقيه في الجي اي تي والمعرضه لامتصاص هتبقى بكام؟ هي الاي اس سالب الكي اي في الزمن، لان العمليه برضو هي فيرست اوردر. الكميه في الجي اي تي بتقل تبعا لمعادلات الفيرست اوردر. في البدايه عند زمن زيرو كميتها بتساوي الاف في الدوز، الكميه الموجوده في الجي اي تي والمعرضه لامتصاص، الاف في الدوز، فخصمنا منها ال10 اللي اتكسرت مثلا في المعده او اللي هتتكسر يعني بعد كده، وهيبقى 90. بس ال 90 دولت بيحصل لهم امتصاص بمعادلات فيرست اوردر، وبالتالي الكميه الريميننج منها زي ما كنت بجيب الكميه الريميننج في البادي بضربها في الثابت اللي هو او القيمه اللي هي اي اس سالب الكي اي في الزمن، لانها بتقل بمعادلات الفيرست اوردر برضه. بس الثابت اللي بتقل بيه، ثابت اللي بتقل بيه سرعه الامتصاص هو الكي اي. يبقى الكميه الريميننج اللي هي ان ابزوربد غير ممتصه في الجي اي تي والمعرضه لامتصاص عن زمن تي، قلنا ان هي بتساوي الاف في الدوز في الاي اس سالب الكي اي في الزمن. لو قسمنا على الاف في الدوز، قسمنا على القيمه دي وجبناها في المقام، يبقى الكميه الان ابزوربد عند زمن معين على الاف في الدوز فهي بتساوي الاي اس سالب الكي اي في الزمن. الكمية الان ابزوربد على الاف في الدوز ديت اسمها الفراكشن ان ابزوربد، نسبة الجزء الغير ممتص، فراكشن ان ابزوربد عند زمن التايم تي، لان الاف في الدوز دي اصلا هي هيها الاكس ابزوربد عند تايم انفينيتي، الكمية اللي هيحصلها امتصاص بعد مدة ما لا نهاية هي هيها الاف نسبة الامتصاص في الدوز بكام. دي الفراكشن ان ابزوربد اللي انا جبتها في المعادلة اللي فوق عن طريق ان انا طرحت 1 ناقص الفراكشن ابزوربد اللي هي قيمتها دي. يبقى في الجزء ده من القانون، الجزء اليمين ده اسمه الفراكشن ابزوربد، النسبه اللي هيحصل لها امتصاص. انا عاوز النسبه التي لن يحدث لها امتصاص، دي النسبه اللي هيحصل لها امتصاص، فبطرحها من واحد، بقول 1 ناقص النسبه دي، طلعت الفراكشن ان ابزوربد. الفراكشن ان ابزوربد اللي انا طلعتها مثلا عند زمنين قيمتها بتساوي اي اس سالب الكي اي في الزمن. يعني لو انت رسمت على ورقه سيميلوج الزمن على محور السينات وعلى محور الصادات بقى رسمت الفراكشن
unabsorbed at different times عند أزمنة مختلفة. ورقة السيميلوج بالشكل ده. ممكن نمد محور الصدود لأسفل كمان. هنلاقي لأن المعادلة بتقول إن الفراكشن unabsorbed عند زمن t بتساوي e أس سالب الـ kA في الزمن. فالعلاقة هتبقى خط مستقيم. بس الانترسبت بكام؟ الـ e أس سالب الـ kA في الزمن مضروبة في الانترسبت اللي هو كأنه c0 زمن أو حاجة يعني كده بواحد. يعني الانترسبت هيبقى هنا بواحد والخط نازل لأسفل لأن الأسلوب لو قلت لن ناقص لن هلاقي إن هو الجزء دوت. هتلاقي إن ده هو الخط اللي هيطلع معاك. الانترسبت عند رقم واحد والأسلوب لو قلت لن الفراكشن أنا أبزوربد عند زمن معين ناقص لن الفراكشن أنا أبزوربد عند الزمن اللي بعده على زمن ناقص زمن هيساوي سالب الـ kA سالب الأبزوربشن ريت كونستانت. فلو بصينا في كتاب أبلايد باي فارماسيوتكس أند فارماكوينيتكس فهو عمل نفس الكلام طلع معادلة وهي المعادلة ديت اللي هي بتقول إن أنا كتبتها XA طبقا لما أرجع تاني الكمية اللي حصلها absorption عند زمن معين الكمية اللي حصلها امتصاص 20 ملي جرام عدوا بعد ساعتين من الجي أي تي ووصلوا الدم في البسط على الكمية اللي حصلها absorption اللي حصلها امتصاص بعد زمن ما لا نهاية الكمية اللي مسيرها يحصلها امتصاص بعد أسبوع بعد أسبوعين. كل كمية تبقى كام؟ اللي هي أصلا عبارة عن الـ F في الدوز. النسبة دهيت اللي هي اسمها fraction absorbed fraction absorbed بتساوي CB تركيز عند الزمن ده في الدم زائد الـ K في الـ AUC ما بين الزمن صفر لحد الزمن اللي انت عاوزه اللي هو مثلا ساعتين على الـ K في الـ AUC ما بين الزمن صفر لزمن ما لا نهاية. تقدر تجيب الـ fraction absorbed اللي هي قبل علامة تساوي عن طريق انك تقدر تجيب الحاجات اللي بعد علامة تساوي. تركيز في الدم تاخد عينة من دم المريض وتشوف تركيز فيها كام. الكي تقدر تجيبها من الاسلوب بتاع التيرمينال لاين لما بترسم تركيزات في الدم على محور الصدود قصاد الأزمنة على محور السينات على ورقة سيميلوج المفروض يبقى هي دي رسمة. بس هتلاقي التيرمينال لاين خط مستقيم هات الاسلوب بتاعه تقدر تجيب منه الكي إليمينيشن ريت كونس. اي يو سي ما بين زمن صفر لزمن ساعتين تقدر تجيب بطريقة ترابيزويدال ما بين زمن صفر لزمن ما نهاية برضه تقدر تجيبه. لما تجيب كل الكلام ده هتطرحه من واحد عشان تجيب حاجة اسمها الفراكشن unabsorbed النسبة مش اللي حصلها امتصاص بقى يعني النسبة اللي حصلها امتصاص هنا بتلت لا انا عاوز اجيب النسبة التي لم يحدث لها امتصاص اللي هتبقى واحد ناقص تلت يعني تلتين. واحد ناقص الفراكشن absorbed هيطلع لك الفراكشن unabsorbed واحد ناقص الكلام ده. انت كان ممكن تجيب ده لوحده تشوفه بكام وبعد كده تطرحه من واحد او ممكن تجيب الفراكشن unabsorbed بالمعادلة ديت على طول. يبقى الفراكشن unabsorbed اللي انت عاوزها تجيبها من المعادلة اللي هي عبارة عن واحد ناقص بتحط هنا بس واحد وبعد كده تكتب الكسر اللي انت كنت بتقدر تعوض فيه ودي. والفراكشن unabsorbed اللي انت جبتها ديت خلي بالك ان هي بتساوي القيمة دهيت. يبقى واحد ناقص الكمية اللي حصلها امتصاص على الكمية اللي حصلها امتصاص عن زمن ما نهاية اللي هي كلها اسمها الفراكشن unabsorbed هي ديت اللي اسمها برضو الفراكشن unabsorbed اللي هي عبارة عن e أس سالب الـ kA في الزمن. يبقى الفراكشن انا بزور دي بعد ما اجيبها عند ازمنه مختلفه ارسمها على ورقه السيميلوج. دي ورقه السيميلوج هرسم الفراكشن ان ابزوربد على محور الصدود قصاد الزمن على محور السينات. فراكشن ان ابزوربد اللي هي عباره عن الكميه الموجوده في الجي او تي مثلا على الدوز او مش المفروض الدوز بقى الاف في الدوز كمية موجودة في الجي أي تي عن زمن معين على الإف في الدوز أو زي ما قلناها واحد ناقص الإكس إيه عن زمن معين على الإكس ما لا نهاية أو واحد ناقص والفراكشن أبزوربد اللي هي مفكوكة السي عند زمن معين زائد الكي ضرب الإي و سي ما بين زمن صفر للزمن دوت على الكي في الإي و سي ما بين زمن صفر لزمن ما لا نهاية. المهم أنت جبت الفراكشن أن أبزوربد هترسمها قصاد الزمن هتلاقي إن هو قطع محور الصدود عند رقم واحد لأن المعادلة بتقول إن فراكشن أن أبزوربد unabsorbed بتساوي الـ e أس سالب الـ kA في الزمن. فالانترسبت بواحد. وخط نازل لأسفل كده. الأسلوب بتاعه لو قلت لن ناقص لن على زمن ناقص زمن بيساوي سالب الـ kA. أما بقى لو قلت log ناقص log log القيمة بتاع الصادات مثلا log الراجل ده بتاع الصادات ناقص log الراجل ده
على زمن ناقص زمن هيساوي سالب الكي اي بس على 2.303 من الف. عشان تجيب الكي اي لازم تطير السالب مع السالب وتضرب في 2.303 من الف. وفي كتاب ابلويد باي فارماسيوتكس بيقول لك عشان تستعمل الطريقه دي بدل ما ترسم على ورقه سيميلوج، هنا مثلا هو عاوز يرسم على ورقه عاديه بس ياخد لوج التركيزات، او ارسم على سيميلوج وخلاص. بيقول انك محتاج تعرف القيم بتاع الفراكشن ابزوربد او الفراكشن ان ابزوربد ديت، محتاج تعرف التركيز عند زمن معين، يبقى محتاج تجيب قيم للتركيزات عند زمن معين، محتاج تجيب قيمه الكي من التيرمينال بورت، السلوب بتاع التيرمينال لاين لما كنت ترسم التركيزات قصاد الزمن، الاي يو سي من زمن صفر لزمن تي دوت بطريقه البزودا رول، و هتضرب الكي في الاي يو سي ما بين زمن صفر لزمن تي ده. تمام. هنا find the key by adding up all the UC، هي مش key، هي find the UC أظن من زمن صفر لزمن ما لا نهاية، ويعين الفراكشن unabsorbed بكام اللي هي واحد ناقص الفراكشن absorbed، وهيرسم الفراكشن unabsorbed على محور الصادات versus time against الزمن على محور السينم. وده مثال كجدول هو قدر يطبق فيه الطريقة. هنا في أزمنة مختلفة، زمن صفر زمن واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية لحد زمن 48 سنة. وهنا دي تركيزات الدواء لما أعطاه على هيئة سنجل إكسترا فاسكولار، وده المنحنى مثلا بتاعه على ورقة السيميلوج التركيز على الصادات والزمن على السينات، وكان إداله المنحنى ده مثلا. فهو من المنحنى ده قدر يستعمل النقاط اللي هي بتاع آخر المنحنى تركيزات دهيت، ويجيب الأسلوب بتاعها ويجيب منها قيمة الكي. لو قال لنا ناقص لنا على زمن ناقص زمن يجيب قيمة الكي. يعني لو أنت قلت مثلا خدت النقطتين دولت وقلت اجيب ما بينهم الاسلوب، لو قلت لن التركيز الاولاني اللي هو 36% ناقص لن التركيز الثاني اللي هو 1/10 على زمن ناقص زمن 36 ساعة ناقص 48 ساعة، الاسلوب دوت هيساوي سالب الكي. نشوف الاسلوب هيساوي كام بالآلة الحاسبة، هتلاقي ان هو بيساوي سالب 1/10، بس في برضو ارقام عشرية مكتوبة، طير السالب مع السالب يبقى الكوكو متى هتساوي تقريبا 1/10 زي ما هو كاتب هنا، وهتبقى اور والسالب واحد زمن أس سالب واحد لأن زمن بالأور. في العمود التاني بقى هو قدر يجيب الحاجات اللي هيحتاجها عشان يجيب الفراكشن أبزوربد أو الفراكشن أن أبزوربد. الفراكشن أبزوربد اللي هو عاوز يجيبها في العمود الأول التاني التالت الرابع الخامس السادس السابع، العمود السابع، فهي قيمتها بتساوي التركيز عن الزمن معين زائد الكي ضرب الـ AUC ما بين الزمن 0 لحد الزمن اللي أنت عاوزه على الكي ضرب الـ AUC ما بين زمن 0 لحد زمن ما لا. فعمل في العمود الثالث هو معاه التركيزات خلاص، يبقى يقدر يجيب التركيز مثلا وليكن عن زمن ساعة، تركيز عن زمن ساعة ب 3.13%، محتاج يجيب الـ K قيمتها بكام؟ جبناها بـ 1/10. طيب محتاجين نجيب قيمة الـ AUC ما بين زمن 0 لحد زمن ساعة، فازاي تجيب الـ AUC ما بين زمن 0 لزمن ساعة؟ بطريقة الترابيزويدال رول مثلا، هتقول تركيز زائد تركيز على 2 ضرب فرق الوقت زمن ناقص زمن. تركيز زائد تركيز يعني تركيز صفر اللي هو عند زمن صفر زائد تركيز 3.13% تقسمهم على 2 وتضربهم فرق الوقت ما بينهم اللي هو 1/0، فيطلع الناتج 1.57%. يبقى انت جبت الراجل ده. الكي برضه في المقام معاك، الاي يو سي ما بين زمن صفر لزمن ما لا نهايه بقى هتجيبها ازاي؟ هو جاب الاي يو سي ما بين جميع الازمنه ما بين الصفر والواحد وطلعت ب 1.57%، ما بين الواحد والاثنين هتطلع ب 4.3%، ما بين الاثنين والثلاثه تطلع ب 5.4، من 3 ولا 4 هتطلع بالراجل ده، 4.5 الراجل ده، 5.6 الراجل ده، 6.7 الراجل ده، لحد ما لحد 48 ساعة. يجمعهم مع بعض كلهم ما بين 36 و 48، يجمعهم مع بعض كلهم كده يبقى هو جاب الـ AUC ما بين الصفر لحد 48 ساعة. أنت عاوز بقى ما بين الـ 48 ساعة لحد الما لا نهاية، عشان تجمعهم معاهم يبقى معاك ما بين الصفر للما لا نهاية، هتجيب الـ C last اللي هو ما بين آخر زمن لحد الما لا نهاية إزاي؟ الـ C اللي هو الـ AUC بتاع التيل آسف هتجيبها ازاي؟ فهي بتساوي الـ C lost آخر تركيز على الـ K، آخر تركيز اللي هو 1/10 على الـ K اللي هي برضو 1/10، يعني الـ AUC ما بين الـ 48 لحد ما لا نهاية هتطلع بـ 1، 1 صحيح. فهتلاقي يعني نهاية إن الـ AUC ما بين الصفر والما لا نهاية تقريبا بتساوي 116%. وشوف وحدات الاي يو سي عباره عن ايه. يبقى انت جبت الاي يو سي ما بين جميع الازمنه
بعضها وبعضها، ما بين الصفر للواحد، ما بين الواحد والاتنين، الأزمنة المتتالية، وجمعتهم عشان تجيب ما بين الـ AUC ما بين الصفر والما لا نهاية. ضرب وعوض بقى في القانون، انت معاك السي تي ومعاك الكي ومعاك الاي يو سي ما بين زمن صفر لحد زمن واحد، وهنا الكي والاي يو سي ما بين زمن صفر لزمن ما لا نهايه، هيطلع معاك ان الفراكشن ابزورب بتساوي القيمه دهيت 3 من 10 او 328 من 1000. 1 ناقص القيمه دهيت هيدي لك الفراكشن ان ابزوربد الغير ممتصه، تطلع بال 6 من 10. وديت اللي انت هترسمها على محور الصادات على ورقه السيبلوج قصاد الزمن ده على محور السينات. طب هتشغل القيمه اللي بعدها اللي هي عاوز تطلع الفراكشن ان ابزوربد بس عند زمن ساعتين، فهتجيبها ازاي؟ هتعوض برضو في المعادله ديت، يبقى محتاج التركيز عند زمن ساعتين، محتاج الكي معاك 1 من 10، الاي يو سي ما بين زمن صفر لحد زمن ساعتين، ازاي تجيب بقى ما بين زمن صفر لزمن ساعتين؟ ما بين الصفر والاثنين، يعني ما بين الصفر والواحد والواحد والاثنين، دي ما بين الصفر والواحد ودي ما بين الواحد والاثنين، تجمعهم 1.57% زائد 4.3% يطلع معاك 5.6 اللي هي الاي يو سي ما بين زمن صفر لحد زمن ساعتين. وفي المقام الكي معاك بواحد من عشرة، والاي يو سي ما بين الصفر والما لا نهاية اللي هي 116%، تقسم بتعوض بالارقام هيطلع معاك الفراكشن ابزورب بتساوي 54%، الان ابزورب هتروح من واحد هيطلع بالقيمة دي. بعد كده ترسم القيم دهيت اللي هي 6 من 10 والاربعة من عشرة دي على محور الصادات على ورقة طبعا السيميلوج، ترسم قيمة الستة من عشرة مثلا وليكن هي دي 6 من 10 عند زمن ساعة، وعند زمن الساعتين هترسم القيمة اللي بعدها اللي هي 4 من 10 أو 45%، هتلاقي إن هي خط مستقيم، هتمد الخط على استقامته هيقطع محور الصادات عند نقطة الأصل اللي هي بواحد. والأسلوب لو قلت لن ناقص لن، يعني لو قلت لن الفراكشن أنا بزبط الأولانية اللي هي 67% ناقص لن الفراكشن أنا بزبط التانية اللي هي 45% على زمن زمن واحد ناقص اتنين، القيمة دي هتساوي سالب ال KA اللي هي بتساوي سالب 39 تقريبا من 100 أو يعني 4 من 10، طير السالب مع السالب يبقى ال KA هتساوي تقريبا 39 من 100، والوحدة بتاعها أور أس ربع. هنا هو معوض لقيم كتيرة جدا يعني.